تكون مشغول تشتغل. قوم. اه ما اقول لك ايه. هتنام ولا ايه؟ معلش يا حسين، ده سلو السجن يا ابني، القوي بيجي على الضعيف. اذا كان سبريم الدوكش بسلامته عايز يعمل أبضاي على اخر الزمن. ظلم هنا ظلم وبره ظلم. معلش طول بالك يا ابني، أنا مش زعلان من إبراهيم الدوكش يا عم سلطة، أنا زعلان من اللي جابني هنا. طول عمري كنت مظلوم وراضي لأني مش عارف مين اللي ظالمني، إنما دلوقتي أنا عارفه كويس. تمام. معلش معلش، أطول بالك يا حسين، خد خد لك واحدة من دي هتروقك. إيه دي يا عم سلطة؟ حاجة كده هتبسطك وتروقك، خليها معاك. صلاح فين؟ طالع انت عادي بس العيال نام. ناموا ايه؟ انا اجيب لهم نعم. صلاح روح يا حبيبي. انت شايفة كده؟ دي بقى هدي عشانك. واحدة كمان. الله حلوة قوي يا حبيبي. بس ايه؟ بس ايه المناسبة بقى؟ اني بحبك. يا اغلى انسانة في الدنيا. واعظم انسانة في الدنيا. الله خلاص بقى يا عم، خلاص يا حبيبي. بعدين احنا متفقين على التقاسم لحد ما نحوش مؤذن الشقة. ما خلاص يا حبيبتي هانم، احنا كنا فين؟ يا ايه اعظم انسان فيني؟ يا عم حربي، يا عم حربي ابوس ايدك يا عم حربي، يا عم حربي انا عايز سلطه، انا عايز سلطه يا عم حربي، ابوس ايدك. فين معاك يا حسين؟ انا عايز سلطه، عايز سلطه. عاوز تحصله من حاجه الانفراد ولا ايه؟ حصله في اي حاجه، في اي حته ان شاء الله، حتى في جهنم. بس ابوس ايدك واديني له، واديني له يا عم حربي. يا ابني حرام عليك، مش كده هتضيع نفسك. انا عايز سلطه، انا عايز سلطه، بقول لك واديني له، انا عايز سلطه، انا عايز سلطه. رايح بقيت حرام، وكيل الاداره الماليه. المرتب ده 80 جنيه مرة واحدة. 80 جنيه؟ حلو يا عم، 80 جنيه دول على المبلغ اللي احنا بنحوشه كل شهر، يعني كام شهر كده هيعمل 5000 جنيه. ونطلع الغدا مشاكل. وماما يرجعوا بيتهم بقى. ونبدأ اساس العرش. وفوق يا حبيبي. والله هتروح تحلى يا حلوة، انت يا حلوة.